النهارده مرحله الاشبال عندنا 138 لاعب ولاعبه. الفتره الاولى 5 اوزان اولاد وخمس اوزان بنات. احنا دلوقتي في مرحله النهائيات الاولاد والبنات، وزي ما حضرتك شايف الفاينالات مصر معاها ليبيا، مصر والجزائر، مصر والكويت. يعني الحمد لله في النهائيات مصر معاها لعيب من الدول العربيه وبطوله قويه، وشاهدنا مستوى متميز للاعبين العرب في هذه البطوله.